الدولار ما طلع، الدولار عم بيظهر على طبيعته لأنه عم بيشيل البنك المركزي إيديه ليثبته. مخالفا توقعات الكثيرين، تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم 40,000 ليرة بعدما كان اللبنانيون يترقبون هبوطه إثر انتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية كما تجري العادة عند كل استحقاق يمر به البلد، إلا أن ثبته على مستواه طرح تساؤلات عدة. وعن سبب ارتفاع سعر الصرف يقول الخبير الاقتصادي الدكتور إيليا شوعي في حديث للجديد: الطلب التجاري كبير بالسوق الحقيقي، ومثل ما نعرف الدولارات المتوافرة المتاحة المعروضة بالكم يعني ليست كافية لكي فعلا يعني تلتقي مع هذا الطلب الكبير. هذا عم بيعمل نوع من ضغط على الليرة اللبنانية وعم بيسبب تراجع سعر الصرف. أما عن سبب انعكاس إيجابيات الترسيم سلبيا على سعر الصرف قال يشوعي: إذن العامل النفسي هون هو عامل أنه في استقرار، يعني ما بقى في خوف من حرب أو تخوف من حرب. تعرف الحرب يعني دمار، الحرب يعني تراكم خسائر. فهذه مسألة موضوع جانبا، وهذا عامل نفسي بس ظاهر أنه اللغط اللي حصل بالداخل، لغط حول مسألة الترسيم، خصوصا بعض التصريحات القوية جدا مش من قبل من مكان، يعني لا مثلا رئيس الوفد السابق. فاللغط هذا يمحو العامل يعني التأثيرات الإيجابية للعامل النفسي. في عامل النقدي عملنا ترسيم، دخل الدولارات شيء، نحن عندنا أزمة دولار، أزمة توافر دولار، يعني بدنا ننطر 4 إلى 5 سنوات تتبلش الواردات النفطية تبلش. هذا الارتفاع يأتي على بعد أيام من رفع سعر الصرف الرسمي الذي سيصل ابتداء من تشرين الثاني المقبل إلى 15,000 ليرة وفق ما أعلنه وزير المال يوسف الخليل في مقابلة سابقة لرويترز، ليعود ويعلن لاحقا أن موعد تطبيق هذا التغيير مشروط بإقرار خطط التعافي التي لا تزال بحاجة إلى إقرار من البرلمان اللبناني. وفي وقت أكدت مصادر إندبندنت عربية أن إعلان الوزير كان مبنياً على اتفاق ضمني مع الحكومة وبعض الكتل النيابية، قال يشوعي: بالنسبة رسم جمركي 15,000 صارت رح تطبق ابتداءً من أول تشرين. هلأ بالنسبة لمعاملات أخرى لا، ربط تطبيق 15,000 بالإصلاح أي تصحيح بالليرة اللبنانية لي أجر لي دخل لي ضريبة لي رسم من دون أن يترافق ذلك مع زيادة بالاحتياطات الوطنية للعملات الأجنبية. هذه التصحيحات بتكون حكما تضخمية وتنعكس سلبا على سعر صرف الليرة. يعني مجرد ما يتم تطبيق هذا القرار رح نشهد ارتفاع بسعر الصرف بالسوق الموازي. أسبوعان يفصلان لبنان عن نهاية ولاية عهد الرئيس الحالي ميشيل عون في وقت لا تزال السلطة مختلفة فيما بينها على ما ستحصله من مكاسب في الحكومة المقبلة، الأمر الذي يثير مخاوف من إمكانية أن يشهد سعر الصرف قفزة هائلة تعكس مزيدا من التأزم في حياة اللبنانيين.